بعد. طاب الحديث عن المعلم إنه نبع المعارف دائما جريان. إن المعلم للشعوب حياتها ودليلها وعطاؤها المتفاني. فإذا سألت عن الشعوب فلا تسأل عن غير هذه، فذلك وننصت جميعا إلى هذه الآيات الكريمة مع الطالب عمار الاثنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى نملة في جحرها وحتى الحوت لا يخلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي. قم للمعلم، قم للمعلم وفي تجيلا. كاد المعلم أن يكون رسولا. أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى. أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا. وطبعته بيد المعلم تارة صديق الحديد وتارة مسقولا. أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيلا. وفجرت ينبوع البيان محمدا فسق الحديد وناول التنزيلا. معلمي أنت الذي تفتح أمام طلابك آفاق جديدة وتنير لهم الطريق لمعرفة حقائق الناس والحياة. لهذا أنت المثال والقدوة والشمعة التي تقدم طاقتها في سبيل النبت اليافع. تذوب تدريجيا ولكنها تترك وراءها نور مشرقة وهو نور العلم وشاعة معرفة. إنما تعلمته فعلا هو أن المعلم هو ذلك الإنسان الذي يريد لطلابه كل خير فيزيدهم بخلاصة في علمه وتجاربه وخبرته. وهو الإنسان الذي يرى الفرح الحلو في عينه عندما يرى أحد الطلاب قد أصبح مهندسا أو طبيبا أو سيد أعمال ناجح. والآن لنا وقفة ما بعد من حقوق المعلم على الطالب ويخبرنا بها الطالب الوليد الحيذي. حقوق المعلم على الطالب: الاحترام المتبادل والتقدير بين المعلم وطلابه. فهو الاحترام فهو السبيل ليحكم علاقة الطالب بمعلمه. الطاعة الكاملة والسماع كلام معلم دون جدل مبرح. واستئذان الطالب بكل أمر يريد القيام به وفعله. الإنصات كلام المعلم وعدم مقاطعة حديثه. ويتكلم بغرض بعد انتهاء كلام المعلم بكل أدب وتقدير. أن يشكر معلمه في كل شيء لأنه السبب في نجاح الذي توصل إليه الطالب. مبين فضل المعلم عليه. إليك معلمي أقوم لك يا معلم الفاضل. أقف لك وقفة تقدير واحترام، وقفة إجلال وإكرام. وكيف لا وأنت المصباح الذي شاع نوره والشمعة التي تحترق لتضيء طريق الآخرين. على يدك تناب الأمم ومن نورك ينجلي الظلم وتحت عملك تقصر القمم. ألست أنت الذي تتعب وتشقى وتغضب وترضى وتلقى ما تلقى. كل ذلك من أجل أن تنشر العلم النافع لتخرج لنا الطبيبة البارعة والمعلم الرائع وغير ذلك. أسأل الله أن يجعل ما تقدمه لنا في موازين حسناتك
وأن يرفع بها درجاتك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على معلم البشرية جمعاء. وبعد، فينسى بعض الطلاب قدر معلميهم الذين بذلوا أعمارهم وجهودهم من أجل هؤلاء الطلاب. إن المعلم له فضل كبير على المجتمع، حيث أنه الرجل الذي يعمل ويساهم من أجل انتشار العلم وشيوعه، الأمر الذي يؤدي إلى رفع المجتمع كله. وكل الرجال النافعين في المجتمع من طبيب ومهندس وضابط وتاجر يدينون بالفضل لمعلميهم الذين حببوا إليهم العلم